أنت ذكرت لي جارد كوشنر وعدد من الشخصيات المهمة في الإدارة الأمريكية السابقة هي موجودة الآن في المملكة العربية السعودية أو ستزور المملكة العربية السعودية. هل أنت تقصد هنا بأن هنالك ترتيبا جمهوريا مع السعودية عن طبيعة بأننا سنفوز في الكونغرس وسنفوز أيضا في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل أن الأبروفال ريتينج لبايدن، وأقصد هنا مصادقة الشعب الأمريكي على بايدن، متقهقرة، أرقام الديمقراطيين ليست بخير أبدا؟ هل هنالك ترتيب للمستقبل مع السعودية أو محاولة للطمأنة من تحت الطاولة؟ لا شك هناك علاقات متينة بين هذه الشخصيات التي تزور السعودية في الوقت الحاضر، وبإمكانها أن تجد ترتيبا معينا مع الأمير محمد بن سلمان للتمهل في اتخاذ القرارات المتسرعة. أولا، لا يمكن إعطاء السعودية أو دفعها إلى المحور الروسي ولا إلى المحور الصيني. السعودية محورها الوحيد هي أوروبا والولايات المتحدة، وهو المحور الطبيعي للعلاقات بين هذه الدول وبين السعودية.